Hello les gamers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec Quick Review, le microcasque Razer Kraken 7.1 V2 Mercury Edition. Akser haja ajbatni fi l'edition hedi hi l'couleur nta l'headset. La bizou l'gris métallisé yasser mezyanin, khalawna nkhrejou min lakha l'classique w yfakrouna chwaya fi les couleurs nta les casques d'astronaute. Le package mel bara personnalisé Mercury White, fi wosto nalqaw le headset, le manuel d'utilisation, les remerciements de Razer ou de stickers Chroma. Le Kraken 7.1 V2 makhdoum en partie en aluminium de bauxite. La haja li tkhalli khfif, yuzen aqal min 350 grammes. Mais surtout résistant aux durées de vie interrompues. Le headband imprimé avec le logo Razer, flexible, ou fait rembourrage, il fallait que ma tasse bi hatta ba'd soya l'arb. Le headset ajustable, fait des niveaux marqués ben wemer, et aounouk bach talqa size li sa'adek. بالنسبه للفيرسيون ميركوري وايت فيها دي كوسيني اوفال كبار الديمونسيون تاعهم 70 على 60 مليمتر الفيرسيون بلاك والكراكن برو في 2 فيهم اير كوشنز مدورين واصغر الدياميتر انتيريور نتاعهم 56 مليمتر لي دو فورم مرتاحين على الاخر فيهم برشا رومبوراج وليزولاسيون سونور باهيه الكروما لايتينغ في الميركوري وايت اديشن ياسر مزيان لوغو ريزر اي تري بيان مي ان فالور عندنا لو شوا انتر 16.8 مليون دو كولور ديفيرونت وكالعاده نلقاو لي 3 افي ستاتيك سبيكتروم وبريذينغ الهيدسيت فيه كابل يو اس بي تري سي ابيض طول 12 متر سوليد وما يصير له شيء حتى كان يتعوج ويتجبد وبيان سور ريزر ما نسيتش لو كلان دوي نتاعها حتى في الكونيكتيك يو اس بي اللي عملته اخضر باغ كونتر دوماج اللي ما فماش فوليوم كنترول في الكابل دونك ما تنجمش تنقص وتزيد في الصوت كان ديريكتومون من البي سي السونس راوند 7.1 يخليك تتمتع بكاليتي سونور طياره برشا وتنجم تعرف بالضبط من انا هو انجل جاي الحس وتريبيري لي زينمي نتاعك بلو فاسيلمون الكاسك كومباتيبل زاد على البي اس 4 اما الصوت اللي يخرج منه ستيريو الموتور 7.1 بيرسوناليزابل على ريزر سينابس اللي تنجم زاد تختار فيه لي بريفيرونس اوديو نتاعك les réglages de ton micro, un son prédéfini selon la qualité audio de l'étagebook ou bien sûr tu te fais l'éclairage de ton logo ou tu choisis l'effet que tu veux. Retractable ou flexible, le micro entre complètement dans le headset. Tu peux entendre la qualité de ton micro et tu peux t'aider à faire les sessions de jeu grâce au Noise Cancellation System qui isole le son et qui te laisse ton équipe t'entendre avec tout clair. La chose bien c'est le mute button qui est intégré directement dans le micro et qui est en rouge dès que tu coupes le son. Le micro casque disponible sur Zoom informatique coûte 339 dinars. Tu trouveras le lien direct dans le produit موجود في الديسكريبسيون بور ريزومي لو كراكن 7.1 في 2 هيدسيت خفيف وسوليد غراس الفريم ان الومنيوم دو بوكسيت الاوفال اير كوشنز اللي موجودين في الفيرسيون ميركوري وايت كبار وكونفورتابل يخليو الاكسبيريونس 7.1 بلوز ايميرسيف لي كولور نتاع الفيرسيون هذه ياسر مزيانين ويحطوا اكثر اون فالور الكروما لايتينغ نتاع اللوغو الميكرو اوني ديريكسيونيل واضح وصافي دوماج اللي ما فماش فوليوم كنترولر انتغري ديريكتومون في الكابل كان تذي كويك ريفيو على هيدسيت ريزر كراكن 7.1 في 2 ميركوري اديشن نجمو تلقاو بلوز دو ديتاي في اللين دو ديسكريبسيون كان عجبتكم فيديو ما تنساوش تخليو بوز جيم ما تنساوش تعملو ابونمون لشين يوتيوب الباج فيسبوك الكونت تويتر انستغرام وسناب شات ميرسي على لي ابونمون ميرسي على لي لايك ولي كومونتير اللي تخليو لي فيهم اون اتوندون ريفيو جاي نوبليي با دو فير سكو فوز ايمي دون لا في باسكو الي تو سامبلومون ترو كورت سي يو نيكست تايم